وبعض الناس والله العظيم انه ينام في القبر وراح تدخل عليه حسنات كل لحظة وكل حين. ليه؟ لانه كان شغال. هذا رابط قرآن وهذا اعلام محاضرة وهذا حديث وهذا تذكير بالصيام اثنين وخميس وهذا مقطع مؤثر نشرها وخرجت من جواله وقاعدة تنتشر. وهذا علم جاهل علمه كيف يصلي وعلم فلان كيف يحج وكيف يعتمر وهذا كله في ميزان حسناته لأنه كان يفكر.